تنشوف الان دابا في هاد في القهوه، هاد القهوه اللي وقع فيها المشكل، شنو الاتصالات ديالكم؟ صيفتك رئيس الجاليه. انا صيفتك رئيس ديال الجاليه بالخارج. حنا كنستنكروا محمد كاتيم رئيس جمعيه صوت المهاجر للاستثمار والتنميه. نعم. فحنايا بصفتنا حنايا كنقول كالاستثمار كنقولوا الاستثمار، وباش كنشجعوا هاد الناس ديال الجاليه باش يجيو يستثمروا هنا في المغرب، وحنا كنشجعوهم كنقول لهم اجيو عندنا، جيو من ايطاليا ولا من اسبانيا ولا من فرنسا باش يجيو لهنا لفريبكا باش يديروا واحد المشروع يتسلف عليه، ولا عنده بعد الريالات جابهم باش يديروا واحد المشروع يجي في الاخير ضوي يقول راه كاين هناك طرق مسطريه. يعني بدا في الاول كان يحبسوه في الاول ما يخليهوش ماشي حتى يكمل وياخذ الرخصه ويجي، عاد باش يقول لي لا خصك تحيد هذا الشيء. اذا يتحبس ملي بدا المترو الاول تيقول لي لا سيدي راه ما خصكش دير هذا الشيء نهائيا، يعرف راسو حتى واش كيدير بانه باقي كاع ما بدا. اما السيد حتى يكمل ويفيني وياخذ الرخصه ويفتح ويخدم وعاد يجي ويقولوا لي ما كايناش هذه في العالم. انا بعدا يعني ماشي استنكار غير ديالي حنا كجمعيه، راه ديال المجتمع المدني كله فريبكا، غير الناس اللي دايزين بقى فيهم الحاجه وقفوا، لانه ما يمكنش يتصوروا بانه مشروع بحال هذا ديال واحد الشاب اللي خدم وجا باش يستثمر في المدينه ما كيدير هذا التشجيع. اذا غدا وبعد غدا غادي نمشيو كاع هاد الناس اللي جاوا من الجاليه نقول لهم اسيدي حبسوا اسيدي وحيدوا من فريبكا راه ما خداماش لكم، سيروا مدينه اخرى، لانه هنايا كنقولوا لهم اجيو وجيبوا الناس حتى معاكم. باش كيفاش غادي يحجوا هاد الناس الى واحد بغى يجيب واحد المستثمر ايطالي ولا اسباني ولا فرنسي يقول لي غنمشيو لفريبكا نستثمروا عدو بعد ريالات يقول لي فريبكا راه تمشي راه يجريو عليك. اذا هذا راه ماشي دابا شنو الاجراءات اللي غديروا دابا استنكرتوا دابا شنو الاجراءات اللي غديروا؟ اجراءات ان شاء الله غادي نمشي واحد السيد عامل نطرحوا المشكل ونشوفوا الحل اللي هو مناسب. غادي نديو الوثائق ديال الاخ ديال الرخصه والمسائل الاداريه ديالو، وغادي نلتجئ واحد السيد العامل لانه هو المسؤول على المدينه وهو اللي غادي يعطينا الحلول باش نشوفوا الا كان شي واحد مورا هذا الشيء غير مسائل شخصيه راه غادي تبان. لان الا كان السيد العامل وتيقول بانه هذا غير قانوني حنا غادي نشوفوا، لان راه فريبكا كامله الا بغينا نرجعوا القانون راه تولي غير قانوني. فاذا ما يتحسبش هذا الشيء غير على شخص اللي يلاه استثمر ويلاه فتح تجي تهرسوا. هذا راه وكنضيف الاخ اسمك انا مسعاف احمد. انه هذا المشروع اللي دار راه باع فيه جوج مشاريع في اوروبا باش جاب هذوك الفلوس باش يستثمرهم هنا باش هاد البلاد تكون احسن. ولكن انا كنوصل صوتي للمسؤولين باش يسمعوا انهم راه كيتجاوزوا القانون باش يجيو يهدموا لهذا السيد اللي انه ضحى خلى مشاريع سمح فيهم اللي يباعهم وجا باش يستثمر في بلاده. واذا به كنلاحظوا من هاد المسؤولين انهم كيجيو لهنا باش يدمروه. اذا اش كيقولوا ليه؟ ارجع منين جيتي؟ نعم. وهذا هو والختام. قلت لي كاين شي واحد من اللي جا من عنده قهوه من الى كان مريح تيتعشى هنا اللي جا مع شي هذا المسؤول. هذاك المسؤول اللي جا عنده قهوه النيت. تا هو عنده قهوه. عنده قهوه تا هو حابس لا تيراس ولوبي ديال العقار ومالوبيات ديال العقار. عنده تا هو شي قهوه. عنده قهوه ومدير ريدوات هو هذا مجد باش يدير ريدوات. نعم. هاد لا تيراس بحال هو غيسد مدير ليه ريدوات. نعم. عنده بزاف القهوه كاين نيت قهوه اخرى ديال واحد من العائله ديال رئيس مجلس البلاد. نعم. تا هو راه غير اليوم ريب هذوك الحيوط وهاد لا تيراس صوب بالجاج وشراكه كامله. خريب قنيت خريب قنيت وفي هذا الشارع ما غنقولوا سميت القهوه خاصهم هما يقلبوا عليها. مشيتي درت معاه فيديو داكور الله يعاونك. شكرا ميرسي.